ابدا ما كنت اتوقع في يوم من الايام تكون عندي موهبه توصلني للناس كلها، اللي هي كانت موهبه تصميم الازياء. وصلت فيها الحمد لله لمكان جدا عالي وكبير في عمر جدا صغير. اذا انتم عندكم موهبه او حاجه تحبوا توروها للناس، اكيد حتبدعوا توصلوا فيها المكان ما كنتوا تحلموا فيه في يوم.